إذا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف العميد الطبيب أيهم حداد، مدير مركز الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لأمراض جراحة الكلى في مدينة الحسين الطبية. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا. دكتور، بداية طمنا على الوضع الصحي المحجور عليهم الذين تشرف عليهم الخدمات الطبية الملكية. أول شيء صباح الخير، صباح الخير للوطن وصباح الخير لقائد الوطن، والله يعطيكم العافية، وصباح الخير لكل مواطنينا الأعزاء على قلوبنا جميعا. سيدي، منذ بدء الأزمة واستنادا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني وتوجيهات رئيس الأركان المشتركة، قامت الخدمات الطبية الملكية بإرسال 10 فرق طبية إلى مناطق الحجر في البحر الميت، فنادق الحجر في البحر الميت. الفرق الطبية هاي باشرت عملها منذ وصولها، والفرق الطبية هاي مكونة، كل فريق مكون من طبيب وممرض موجودين في الحجر الصحي زيهم زي المواطنين الثانيين. إلهم إدامة عمل مع عيادة موجودة في قصر المؤتمرات. يوجد الطبيب والممرض موجودين على مدار ال 24 ساعة في كل فندق، يتم طلبهم عند أو يعني يطلبوا لأي حالة من الحالات إذا ظهرت عليها أي أعراض قد تدل على حدوث العدوى لا سمح الله. عند ذلك يقوموا بعملهم الذي تدربوا عليه بشكل جيد وبشكل كافي ووافي لفحص المرضى وأخذ العينات اللازمة لهم. نعم، طيب يعني خلينا نتحدث عن التعاون أيضا بين الفرق الطبية الخاصة فيكم وأيضا مع الناس المحجور عليهم. هل عم بيكونوا متعاونين؟ هل إذا حسوا بأي مشكلة أو عارض معين عم بيتواصلوا معكم سريعا؟ وكمان بدي أسألك، هل تم إخلاء أي من الأشخاص يوم أمس؟ هلأ بالنسبة لوجود، بدنا نقدر أن هذول عدد كبير من المرضى، أو عفوا مش المرضى، الأشخاص الأصحاء المحجور عليهم بسبب يا مخالطتهم يا قدومهم من منطقة موبوءة بهذه الجائحة. نعم، بتعرضوا لشغلات كثيرة نفسية، ضغوط نفسية، منهم مريض أساسا من أمراض أخرى وبأخذ أدويته بشكل منتظم بشكل دائم. عند حصول أي أعراض قد تشير على العدوى زي ما حكيت، يتم الاتصال مع الفريق الطبي الموجود في الموقع وبأخذ إجراءاته. إذا أي مريض، إذا أي إنسان من الموجودين لديه أمراض مزمنة وشكى من بعض أعراض هذه الأمراض، الفريق الطبي الموجود في الأونسايت هو طبيب وممرض يقوم بواجب الطبي والإنساني العادي بهيك الوضع. إذا حدث أي مشكلة عند أي مريض، تم إضافة فريق من المرشدين النفسيين للعيادة الموجودة في قصر المؤتمرات. يتم التواصل مع كل المحجور عليهم بكافة الفنادق هاتفيا، وإذا لزم لأي واحد إشي زيادة برضو عم بنحكى معه. يتم التواصل معهم بشكل روتيني، خلينا نحكي، وللكل، لرفع معنوياتهم، للتحدث معهم، تنحل المشاكل اللي قد يواجهوها من وجوده في الحجر بمنطقة هي منطقة فنادق 5 نجوم، لكن يعني الواحد إذا بظل موجود بغرفة إلا ما تصير عنده شوية خلينا نقول تفاعلات أو رياكشنز. نعم، فموجودين للدعم النفسي لهم. الفرق الطبية الموجودة في الفندق إذا رأت مشكلة مثلا طبية بحاجة لطبيب اختصاصي باختصاص معين، هذول موجود لهم باك أب اللي هي العيادة الموجودة في قصر المؤتمرات والمدامة على مدى 24 ساعة، وفيها غرفة عمليات للتواصل مع كافة الجهات المعنية. إذا لزم طبيب باختصاص معين، يتم طلب هذا الطبيب باختصاص معين للمنطقة للإشراف. نعم، يعني دكتور تحدثت عن نقطة مهمة جدا، الأثر النفسي فعليا اللي ممكن يكون على الأشخاص سواء المحجورين في الفنادق أو حتى اللي ملتزمين بيوتهم بشكل عام. هل في نصائح عامة بتحب تتفضل تعطيها للناس اللي عم بسمعونا، سواء الموجودين داخل الفنادق أو الموجودين في المنازل أو في البيوت؟ مظبوط يا سيدي العزيز،
النصائح الموجودة أولا بدنا نعرف أنه إحنا عم منكافح انتشار وباء مخفي غير مرئي غير معروف غير يعني لا يمكن مش شايفينه إحنا ما بنعرف منين ممكن يجي. فالاحتياطات الأساسية واجبة، والاحتياطات الأساسية واجبة بنرجع بنحكي النظافة الشخصية، بنرجع نحكي السوشيال ديستانسينج المسافة ما بين الناس عند الاحتكاك مع بعض الناس، لازم نحافظ على مسافة معينة. وسائل التواصل الاجتماعي هلأ موجودة وبتخفف كثير على الناس، نستعيض عن الاتصال المباشر سابقا قبل حظر التجول بالاتصال عبر الهواتف عبر طرق الاتصال الاجتماعي المعينة. بنحكي للناس كمان انه هاي فترة ان شاء الله بتكون فترة مؤقتة وبتمضي علينا. الحذر واجب جدا والالتزام التام بالتعليمات واجب جدا، لانه لا سمح الله الاخلال بالالتزام بالتعليمات قد يؤدي الى ما تحمد عقباه والى نتائج يعني رح تكون وخيمة على الكل. فلذلك الوقاية خير من العلاج. نعم. درهم وقاية خير من العلاج. الالتزام بالتعليمات التي تصدر لنا من قيادتنا ومن حكومتنا، البقاء في البيوت، عدم الخروج، كل هذا الحكي في سبيل نحصل على نتيجة قوية اللي هي منع تفشي المرض. نعم. هذا يعني this is a very big goal، هدف كبير لازم الكل يسعى لتحقيقه وعلى كافة المستويات والأصعدة وبيد واحدة. نعم. العميد الطبيب أيهم حداد مدير مركز الأمير حسين بن عبد الله الثاني لأمراض جراحة الكلى في مدينة الحسين الطبية، شكرا جزيلا لك.